بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سنتحدث بعجالة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية تحدث بفعل امتصاص الغلاف الجوي للأشعة تحت الحمراء الآتية من الشمس نتيجة وجود بعض الغازات تسمى بالغازات الدفيئة مثل ثنائي أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء إلى غير ذلك، والتي توجد بنسب قليلة ومستقرة، حيث أنه بدون هذه الغازات ستنعدم الحياة على الأرض بفعل ارتفاع درجة الحرارة نهارا حيث يمكن أن تصل إلى 100 سيلسيوس وانخفاضها ليلا ويمكن أن تصل إلى ناقص 150 سيلسيوس. فمنذ الثورة الصناعية بدأت نسبة هذه الغازات الدفيئة ترتفع في الجو، خصوصا ثنائي أكسيد الكربون والتي يتم إنتاجها عن طريق الأنشطة الصناعية من حرق الفحم الحجري والبترول وكذا ناتج عن عوادم السيارات. من المعلوم أن النباتات تلعب دورا مهما في امتصاص ثنائي أكسيد الكربون عن طريق عملية التركيب الضوئي، إلا أن تناقص الغابات بفعل الجفاف وكذا قطع الأشجار وتوسع العمران قلص من المساحة الخضراء، والشيء الذي لم يحد من ازدياد نسبة ثنائي أكسيد الكربون في الجو. ونتيجة كل ما سبق ارتفعت نسبة CO2 المتواجدة في الهواء، وارتفعت معه كمية الأشعة تحت الحمراء، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة على الأرض، والذي أدى بدوره إلى انصهار جليد القطبين وبالتالي لارتفاع مستوى الماء في البحار وإغمار بعض المدن الساحلية وكذا انتشار الفيضانات والأعاصير المدمرة والجفاف وانقراض بعض الطيور كنتائج مباشرة وغير مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكبنا.